بس استويت منزلها على المي بردها شوي، بعدين بنكون محضرين الجبنه، بنحط لها جبنه وبنعركها ببعض البعض. بعد ما بنعركها بصير تمازج بعض البعض، بصير تقريبا مع بعضها. بنرقها على الصدرين. من شي 60 سنه كانوا اهل طرابلس يعملوها مزيجه من سميد وجبنه، سميد وجبنه وسكر فقط. يعني ما هلك الواجب، ما بعدين نحن طورناها، اهل حما واهل حمص طوروها لحتى صارت بهالصفه هاي. هلا هون سبوني فاتح، يعني لقمته طيبه كثير حلاوه الجبن، ومعروفه حلاوه الجبن يعني لا قبل ولا بعدها هي هاي.